صاحبك اتمشى يا باشا. الواد اللي بعتناه له عشان يضربه بالنار نفذ، ولما اتاكد ان الرصاصه دخلت في قلبه جري قبل ما حد يشوفه. وبعدين؟ معرفش، الارض انشقت وطلع واد تاني معرفش منين نزل من عربيته شاله حطه في عربيته تاني وجري بيه على المستشفى. انجز، مات يعني ولا ما ماتش؟ في المستشفى باشا، بينزف ما بين الحياه والموت. وانت عرفت المعلومات دي منين؟ ما انا بعت واحد من رجالتنا يراقب الواد اللي بعتناه له عشان يضربه بالنار، هو اللي بيقول لي الاخبار اول باول. بس احنا كده مش في امان. يعني الشرار بيروعاش اتهمني بقتله. ساعتها حضرتك ترفع عليه قضيه رد شرف، لانها تهمه من غير دليل، تشويه سمعه. طب بقول لك ايه؟ قول يا باشا. ابعت الراجل بتاعنا، خليه يتقص من بعيد لبعيد، اوعى حد يشوفه. تلميذك كبير. الراجل هناك من ساعتها ومتابعني بالاخبار والتطورات اول باول، زي خدمه الاخبار اللي عند سعادتك على الموبايل. واخر حاجه بعتها لك ايه؟ صاحبك في المستشفى ما بين الحياه والموت، مش لاقي له دم عشان فصيله دمه نادره. يعني حتى لو طلعوا الرصاصه من قلبه برضه مش هيعيش. طيب روح انت دلوقتي. تحت امرك كبير. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. ألف حمد وشكر لك يا رب، ألف حمد وشكر لك يا رب. أنا فين؟ أنت في المستشفى يا حبيبي. عملت العملية، الدكتور طمني، شالوا لك الرصاصة وهتخرج على طول بإذن الله. رصاصة إيه؟ وإيه اللي حصل؟ ولحق حبيبي، أنت كنت سايق العربية، الناس طلعوا عليك، ضربوك بالنار، لولا واحد ابن حلال ربنا يكرم نقلك المستشفى وبرع لك بدم. انا مش عارفه كنا عملنا ايه. فضل جنبك لغايه ما اطمن عليك، قال هيروح مشوار ويرجع لك تاني، ورانيا شكرته قوي. ايه فين رانيا دلوقتي؟ راحت تجيب شويه حاجات من البيت وجايه. الحمد لله على سلامتك يا نوراي، الحمد لله على سلامتك. مش كنت نازلة؟ بعد يتلغى. ياسر الشواربي تعرض لمحاولة قتل. ده مين اللي حاول يعمل كده؟ هيكون مين؟ نعيم. معقولة هيحاول يقتله عشان خد منه مناقصة؟ لا طبعا، عشان حرق له المخازن بتاعته. الله، ده كده عكت قوي قوي. وده بقى اللي قلقان. لسه بقول يا هادي وهنبدأ شغل. احنا كمان عندنا مشكلة تانية. ايه تاني؟ ده لسه بيت للبيت. ليه؟ ما تنطق ليه؟ قالت لي انا مش هسيبك تعملني حجة عشان تفضل جنب اختي. وهي ليه بتقول كده؟ معرفش. بس انا عارفة. وانا عندك في المكتب اخر مرة تقريبا سمعتني. لما خرجت شفتها. اصلا؟ طيب. بقول لك ايه، انت الوحيدة اللي تعرف ترجعها البيت. كلمي بقى معاها. طب هي فين دلوقتي؟ والله ما اعرف. الظابط خد اقوالك؟ ايوه. قلت له ان الموتوسيكل كان من غير نمر، وان الخوذه كانت مخبيه وش الواد اللي كان سايقه. طيب عايز. يا ريت لو ما تغيرش اقوالك خالص في النيابه. قصدك يعني لو افتكرت حاجه جديده؟ يا ريت ما افتكرش حاجه من اصله. مش فاهم. بص يا عيسى، انا عارف ان انت كتر خيرك لحقتني وانقذتني كمان، بس انا مش عايز اقول اي معلومه للبوليس. فاهمني؟ انت مش عايز تعرف اللي حاول يقتلك ولا ايه؟ دي مشكلتي وانا هحاول احلها بنفسي. وبعدين يا عم، انا مش عايز اسبب لك اي اذى ولا اي مشاكل. خايف عليا يعني؟ طبعا خايف عليك. من ايه؟ اللي حاول يقتلني. لو عارف ان انت قلت اي معلومه ممكن توصل له، مش بعيد يخلص منك انت كمان. يا رئيس العمر بيد الله.
بس تمام، لو انت مش عايزني اتكلم انا مش هتكلم. برافو عليك. استاذن انا بقى عشان عندي مشاوير كتير. مشاوير ايه؟ الغى كل مشاوير، ملهاش لازمه دلوقتي. مش فاهم. انا عارف انت كنت رايح فين يا عيسى. كنت رايح ادور على شغل. خلاص يا سيدي، اعتبر نفسك اشتغلت وتعينت من النهارده معايا. خلاص. ايوه بس مدام مها كانت عايزه. سيبك من مدام مها. انا هقول لها يا سيدي ان انا محتاجك وان عينتك معايا. وبعدين بعد كل دوت عمري ما هلاقي ولا اجدع ولا ارجل منك. اتفقنا؟ مش عارف اقول لك ايه. متقولش حاجة يا عيسى. ليه؟ ايه؟ ايه؟ انت يا اما هعرف كل الناس ان انت بتصورني من ورايا، ولما يعرفوا اكيد هيرفدوك. ما انا لا ده يعني. انت عايز تبعت الصور دي لمين؟ بتصورها ليه؟ لا والله العظيم ما عايز ابعتها لحد، ده انا عايزها عندي يعني على الموبايل عشان اقدر اشوفها في اي وقت. صباح الخير. صباح النور. انت عايزه ايه من مدام مها؟ معرفش هي جوه ولا لا. انا لسه جايه فمعرفش حاجه. صباح الخير. صباح النور. كنت عايز حضرتك 5 دقايق. اتفضل. ايه؟ سايب الشركة زي ما سبت البيت؟ تعالي هنا، تعالي. انت عايز ايه؟ انا بكلمك، انا جوزك وما ينفعش تهربي مني اكتر من كده. انت مش جوزي، احنا سايبين بعض من بدري قوي، ومفروض بقى ان انت تطلقني رسمي. ما لقيتش شغل في شركة تانية جاي تسحب الاستقالة؟ لا انا جاي اعمل اخلاق طرف واخد الملف بتاعي. اخلاق طرف؟ يعني لقيت شغل تاني؟ بصرف النظر لقيت شغل ولا لقيتش، انا عايز الملف بتاعي. حقك. انا كمان قبل ما امشيك من شركتي لازم اخد حقي. في سلفه اديتها لك اول ما جيت تشتغل عندي، عايزاها. ايوه بس الفلوس دي مش معايا دلوقتي. مش مشكلتي. هسدد لك المبلغ على دفعتي. اسفه جدا، انت اخدتهم مني دفعه واحده، فلازم ترجعهم برضه دفعه واحده. زي ما انت عايز تمشي من عندي دلوقتي دفعه واحده. ايوه ما انا قلت لك ان المبلغ ده مش معايا دلوقتي. خلاص يا عيسى، ما قدامكش غير حل واحد، انك تمضي لي وصله امانه. بقيمه المبلغ اللي خدته مني. أنسة داليا، أنت كويسة؟ أنا تعبانة شوية. طيب ممكن تسيبي عربيتك وتخليني أوصلك؟ ما تتعبش نفسك، ربنا يخليك، شكرا. لا معلش مش هينفع تسوقي وأنت في الحالة دي. سيبي عربيتك وأنا أوصلك.
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه اللي جابك؟ جوزي وجاي اطمن عليه. ممكن بلاش اسمع الكلمة دي خالص؟ في ايه يا ياسر؟ على فكرة مفيش حد في الأوضة غيرنا. افرضي بقى أي حد جه في أي لحظة. يا سيدي سكرتيرتك وجاية تطمن عليك، ايه اللي فيها؟ أنا كويس. تمام؟ ممكن بقى تفضلي؟ ما افتكرت إن أنا وحشاك زي ما أنت وحشني. جوزي حبيبي اتعرض لمحاولة قتل. ما جيش أزوره يعني؟ ماما. أمل؟ ازاي حضرتك؟ ازيك؟ كتر خيرها جت تطمن عليا. طيب هروح انا بقى اشوف شغلي بعد اذنك. اتفضلي. ايه يا ماما؟ ماما الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي. ليه؟ تيجي معاك ايه؟ جبت لك كل حاجه انت عاوزها يا حبيبي، طمني عليك انت عامل ايه دلوقتي؟ الدكتور قال لي كلها يومين بالكتير ونمشي من هنا. ان شاء الله يا حبيبي ترجع بيتك وتنور. هو ده المكان اللي سبتي بيتك علشانه؟ تعرفتي مكاني منين؟ سألت خالتك وقالت لي ان انتي طلبتي منها رقم سمسار. كلمت السمسار وقال لي على عنوان الشقة. ما تتعبيش نفسك، انا مش راجعة على البيت ولا الشركة. ليه بقى مش راجعة الشركة؟ ناوية تتطلقي مني زي ما انتي عايزة تتطلقي من علاء؟ انا عارفة انتي ليه مش عايزين يتطلق من علاء. خايفة الناس يعرفوا ان انتي السبب. أنا عمري ما هكون السبب في خراب بيتك، خصوصاً وأنا اللي ضحيت زمان عشان أنتي تعملي البيت ده. يا ريتك ما ضحيتي يا شيخ، يا ريتك ما ضحيتي، كنت سيبيني، سيبيني ما كملش جامعتي وأصرف أنا على نفسي وأشتغل. أه صحيح ما كانش هيبقى عندي لا وظيفة ولا شركة ولا بيت ولا أي حاجة، بس ما كنتش هنام في السرير جنب جوزي ويحلم بأختي. داليا كل دي أوهام في دماغك أنتي بس. دي الحياة الوحيدة اللي أنا متأكدة منها قوي. علاء مش غيران عليا زي ما انتي فاهمه. علاء بس خايف حد اتجوزه يكوش على فلوس اللي هو اصلا عينه عليها. انتي اللي طمعتيه فيك. انا كبرته عشانك انتي. انتي اللي استغلتي فقره وخليتيه يشاركك في النصب على اهل جوزك. انا نصابه يا داليا؟ بعد كل اللي عملته علشانك تقولي علي نصابه؟ انا مش عايزه منك حاجه. وبعدين انتي عملتي لي ايه؟ علاء اللي جوزتهولي ده خلاص هنتطلق. البيت اللي جبتهولي انا مشيت منه. الشركة اللي انتي معيناني فيها ليه شركتك؟ خلاص انا بلم حاجتي منها وماشية. اتفضلي اتفضلي. ده مكتب مدير الحسابات. هشتغل معاه؟ لا هتشتغل بداله لغايه ما يرجع من السفر. هبدا مدير مره واحده. هو بنفسه هيفهمك كل حاجه وكلنا معاك. مش عارفه اقول لحضرتك ايه. يا رب اكون قد الثقه دي. قدها اكتر يا عيسى. ده الملف بتاعي. انا عملت اخلاء طرف من عند مها الغزالي. مها عرفت ان انت هتكون معانا؟ لا. وافقت تديكي الملف كده بسهولة؟ أيوة. أصلي أصلي إيه؟ مفيش. أنا قلت لها مش هينفع أكمل معاكم. أنت مخبي عليا حاجة يا عيسى؟ لا طبعا. عامة مها لازم تعرف إن أنت هتكون معانا. أكيد. خد بالك مها مش سهلة خالص ومحدش عارف يحميك منها غيري. طيب شكلك واقع معايا في مشكلة كبيرة. عامة لو حبيت تتكلم أي وقت هتلاقيني موجودة. إن شاء الله. طبعا أنا مش عايزة أي حاجة تاخدك من الشغل هنا. أنا اتحديت ياسر والكل وعايزاك تخليني أكسب الرهان. أوعدك يا فندم. باي ذا واي من المكتب بتاعي. عيسى
عاوزاك تعدي عليا قبل ما تمشي. هصرف لك مرتب شهري. مش عارفه اقول لحضرتك ايه، كده كتير قوي. مفيش حاجه كتير عليك. عيسى كلمني عنك، قولي لي بقى ليه عايزه تطلعيه؟ مش قادره اقعد معاه ومش قادره ابص في وشه. متجوزين بقالكوا قد ايه؟ 3 سنين. مفيش اولاد؟ لا، كنا مأجلين الخلفة علشان كنا عايزين نشبع من بعض. على كده انتوا متجوزين عن حب؟ راح فين الحب ده بقى؟ راح تحت رجليها. هي مين؟ اللي خدني معاها. يعني انت متأكدة ان هو بيخونك؟ هل شفتيهم مع بعض؟ هو يعني لازم يخوني بجسمه؟ تقصد يعني ان هو كان بيخونك بعواطفه حبها؟ هي ممكن تكون مش بتحبه ومش بتفكر فيه اصلا، بس محتاجة في حياتها. هل تعرفيها كويس؟ هو انت بتسأل أسئلة كتير ملهاش معنى ليه؟ ما تديني ده وانا عايزة انام. هو انت كنت جاية لي عشان تنامي ولا جاية لي عشان اعالجك؟ هو انت عشان تعالجني لازم تعرف عني كل حاجة؟ طبعا، ولازم تعرفي ان اي حاجة هتقوليها لي مش هتخرج بره الباب ده. وانا مش هقول لك عني حاجة تاني ومش هتشوف وشي تاني. مش صدق. وبعدين بقى يعني افهم من كده ان انت مع كل مرتب تخرجني خروجه حلوه زي دي؟ انا عايزك تطلبي كل اللي نفسك فيه. انا المره دي قابل مرتبين مش مرتب واحد. ماشي. البت رانيا دي شكلها جدع قوي. جدع ولا عينيها منك؟ يا دي النيلة، خلصنا من قصة مها، هنمسك في قصة رانيا؟ دي أخت صاحب الشركة، يعني مستحيل تبص لواحد زي هي فين وأنا فين؟ هي بس كل الحكاية إنها مستجدعاني عشان أنا أنقذتها. طيب يا سيدي، طالما جدع ومستجدعاك، كانت سلفتك ال 10,000 اللي مها ماسكاهم عليك وخصمتهم من أول مرتب. والله يا سارة كانت على طرف لساني، بس زي ما تقولي كده كرامتي ناحت عليا، واتكسفت أطلبهم منها. خلاص. يبقى تسيبني ادور على شغل تاني. يا عيسى ما هو انا لازم اساعدك، احنا علينا ديون كتير غير ال 10,000 دول. يا دي قصه الديون، هو احنا ما وراناش غير الموضوع ده؟ هو انت ليه بتهرب من سيره الشغل؟ قولي بقى كده، الموضوع مش قصه ديون. انت زهقتي من قعده البيت. الله، طب وفيها ايه طيب؟ يعني ايه المشكله لما اسلي نفسي وفي نفس الوقت اجيب فلوس؟ ماشي، بس المره دي انا اللي هدور لك على شغل عن طريقي. كفايه علينا اللي حصل لنا من ورا زفت شاكر عرموز ده. اشرب العصير. جريه يا جماعه، ما يصحش كده. وانا داخل منطقه عسكريه ولا ايه؟ معلش يا فندم، تعليمات امنيه. امنيه ايه وبتاع ايه؟ ده انت ناقص تسحب الرخص مني يا راجل. انا اسفين لحضرتك يا فندم. خلاص يا ابني خلاص. معلش يا مختار بيه. ايه ده، ما يصحش كده، ايه اللي بيحصل ده؟ معلش احنا اسفين حضرتك. ده شويه كانوا هيفتشوني تفتيش ذاتي. لا لا مش للدرجه دي. الشباب بس لسه جداد ما يعرفوش كل الناس اللي بتيجي الفيلا. اتفضل دخلوا عربيه البيش جوه. الله العظيم يا رب. المهم طمني عليك انت. الحمد لله. رانيا قالت لي ان مامتك مش موجوده في البيت. ايوه، انا فاكر ان حضرتك جاي عشان ترجعها المطعم. لا المطعم ايه، انا جاي لك في موضوع اكبر من كده واهم من كده بكتير. يا رب خير. خير ان شاء الله. طبعا انت عارف ان انا ووالدك كنا اصدقاء قريبين جدا من بعض، وفي الحقيقه هو كان وصاني عليكم قبل ما يموت، واتمنى ان انا اكون قمت بدوري على اكمل وجه. كتر خيرك. بكره لما تكبر وتبقى في سني وتبقى محتاج حد ياخد بايدك ويونسك ويكمل احلامك اللي لسه فضلك في الدنيا، هتحس بتعرف الكلام اللي انا بقوله كويس. في الحقيقه انا دورت ستات كتير قوي اعرفهم، بس ما لقيتش حن من والدتك. بص بقى، من غير لا لف ولا دوران، انا جاي اطلب ايد والدتك منك.
أنا مش عارف أقول لك إيه بصراحة. لا أنا مش عاوزك تقول حاجة، أنا عاوزك تسألها الأول. أسأل مين؟ والدتي؟ هو من الواضح إن أنتوا كده بقى شكلكم متفقين. لا 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 احنا مش متفقين ولا حاجه، انت حتى هي ما تعرفش ان انا جاي اتكلم معاك في اي حاجه، بس اللي انا متاكد منه ان هي كمان محتاجه حد يونسها ويقضي معاها بقيه حياتها، خصوصا ان انت اختك طول الوقت في الشغل وهي طول الوقت قاعده لوحدها في البيت. انت بتتكلم جد؟ كان عندك حق يا سلمى، يارا رفضت تقعد مع اي حد غيرك. انا ما كنتش هوافق تقعد مع حد غيري اصلا. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا سلمى. انا اللي مش عارفه اشكرك ازاي، يارا هتونسني وتسليني لحد ما ترجعوا، صح يا يارا؟ صح يا سلمى. دي الشنط بتاعتها، وانا اتفقت مع اتوبيس المدرسه يجي ياخدها من هنا. انا هطلعها كل يوم للباص بايديا، وهرجع من الشغل بدري وهقعد معاها. خلي بالك من نفسك اوكي؟ ونسمع كلام طنط سلمى. بحبك. انا مش عارفة اشكرك ازاي يا سلمى. خدي بالك منها يا سلمى والنبي. خلي بالك منها. انت عارفة انا بحبك قد ايه. يلا حبيبي. عندنا طيارة لازم نلحقها. باي يا سلمى. يلا بينا. خش. يلا يلا معلش لازم نسمع. يلا بينا. باي يا حبيبي. الفايل اللي فيه كل الاوراق اللي لازم تمضيها لغايه ما ترجع الشركه. طيب اقعدي شويه عشان عايزك. في ايه؟ تخيلي انكل مختار جالي وطلب ايد ماما للجواز. ايه ده؟ شكلك ما استغربتيش ولا حاجه. هو انا كنت عارفه انه هيجي لك بس ما كنتش فاكره انه بسرعه قوي كده. اوكي. لا بس هو باين عليه مستعجل. انت قلت له ايه؟ لا لسه ما قلتلوش اي حاجه. مامي عارفه؟ بصراحه مش عارف ازاي هيجي لي الجرأه واتكلم معاها في موضوع زي ده. تحب انا اكلمها؟ مش هتفرق كتير. المهم نفكر ونتفق هنرد نقول له ايه؟ هنرد عليه باللي ماما هترد بيه. لا هما اكيد متفقين ومظبطين كل حاجه. لان عمره ما هيجي له الجرأه والشجاعه انه يكلمني كده من غير ما يرجع لها. ياسر انت اصلا عندك مشكله ان ماما تتجوز انكل مختار؟ اكيد طبعا، انكل مختار او غيره اكيد يعني مش وافق ان حد يجي هنا البيت مكان ابويا. وبعدين يا ريت بقى انت كمان تبلغيها ان هو جه وكلمني في الموضوع، وبلغيها كمان ان انا مش موافق خالص. ناقصه ايه؟ بص انا عندي ملحوظات قليله بس لسه هقعد مع رانيا اعرف برضو بقيه ملحوظاتها ولا هي كلها مره واحده. وهترد عليا امتى؟ بالكتير يومين. خلاص اتفقنا. اتفقنا على الشغل بس لسه ما اتفقناش على العشاء.
انت لسه فاكر يا ياسر؟ ايوه طبعا، الحاجات دي بالذات بقى انا باخدها تحدي. خلاص يا سيدي نتحدى، قصدي نتعشى سوا. ايش طور عيسى، انت بتعمل ايه هنا؟ ما عيسى كتر خيره، هو اللي قابلني يوم الحادثه ونقلني المستشفى، وهو اللي اتبرع لي بدمه كمان. وده بقى الملف بتاعك اللي انت سحبته من عندي عشان تيجي تقدمه هنا وتشتغل. مها عيسى خلاص استلم الشغل هنا. غريبه يعني ياسر ما قلتليش. ما جاتش فرصه. اتاريك سحبت ورقك بقلب جامد، بس ما قلتليش يعني انك هتجيبه هنا. ممكن يكون الراجل يا ماما محبل بس يزعلك مني مش اكتر. يعني ليه حق ازعل؟ لا مش للدرجه دي، بس انت عارفه بعد كل اللي حصل ما اقدرش افوت اي طلب لعيسى. صح صح. بعد اذنكم اتفضل. اشوفك قريب يا ياسر. سلام يا ماما. أنا طبعاً صاحبة فكرة الرسالة دي، كان كل همي إن أنا أناقش المشاكل الزوجية في سنة أولى جواز. ما عندكيش فكرة أنا تعبت قد إيه في الرسالة دي، لدرجة إن أنا كنت بصحى من النوم عشان أصور المشاكل دي لايف. وطبعاً كنت بتتعرضي للإصابات. ياه كتير، لدرجة إن أنا كنت بفكر أأمن على نفسي. دكتورة مريم، النجاح في الرسالة المتميز زي دي هتهديه لمين؟ طبعاً ههدي لأمي اللي صبرت عليا لحد ما خلصت رسالتي ليها، وبهديها طبعا لدكتوري مشرف الرسالة دكتور غربان، وطبعا بهديها لكل تلامذتي اللي هيقروا الرسالة دي، بهدي لكل دوج ودوجة ان هما يقروا اكتر ويفهموا ان الحياة مش كلها مشاكل، وان احنا ممكن نتجنب الحاجات دي. سجلت لي الحلقة؟ سعادة، وان احنا ايوه يعني ممكن نستمتع بحياتنا و ايه ده، انت مش بتتفرج معايا ولا ايه؟ عايز انام. بس انا كنت مصممه برضو ان انا اخلص الرساله بتاعتي للاخر علشان الناس تعرف ان المشاكل دي ممكن نتجنبها من اول يوم. دكتوره مريم، انا كنت سعيده جدا باللقاء معاكي النهارده، وان شاء الله نلتقي في وقت قريب. ميرسي جدا. ما هي الغزالي كانت عايزه تتجوزني، طب وسبت الشركه. ورفضت ليه؟ يعني ما حبيتش اغلط نفس الغلطه اللي غلطتها هي زمان لما اتجوزت واحد اكبر منها في السن. بس هي يعني مش اكبر منك بكتير، وفلوسها تعوض كل ده. فلوسها هي فلوسها دي المشكله، لان انا مش عارض نفسي للبيع. انت خدت ورقك منها ازاي؟ كتبت على نفسي اثناء ما انا بعشق تركي. ليه؟ ما هو ده المبلغ اللي كانت مديه لي صدفه لما اشتغلت معاها. الشيك ده تصرفه بكره الصبح من البنك، وطيران على مها، وتاخد منها وصل الامان. خلي الموضوع ده بيني وبينك. لا شكرا، انا مش هقدر اعمل كده، ده موضوعي وانا اللي هحله، وبعدين مش هسيبكم تخسروا مها الغزالي بسببي. تقصد ايه يعني؟ من بكره هدور على شغل في حته تانيه. عن اذنك. كنت خايف ما تجيش. انا ما كنتش جايه فعلا، لحد ما لقيت نفسي تعبانه اكتر من الاول. طيب خلينا نبتدي من ساعه ما وقفت المره اللي فاتت. انت بتشكي ان جوزك بيخونك؟ امين.
اخت. جوزي بيخوني مع اختي. انت متاكده؟ سمعتهم اكتر من مره وهما بيتكلموا مع بعض. مقصود ان هي كمان لما سالتها هي انكرت، وانا كنت متاكده ان هي تتجوز واحد تاني خالص لحد ما لقيتهم سابوا بعض. وده اللي خلاكي تقلقي انها ممكن تكون رجعت تفكر فيه تاني؟ حتى لو ما فكرتش فيه هو بيفكر فيها. انا اصلا ما بقتش احبه ولا بقيت طايقاه ولا بقيت اغير عليه. انا اعتبرت نفسي متطلقه منه من بدري. انا بعد ما اديت له كل حاجه هو غدر بيا. ده لوحده كافي قوي انه يقتل الحب، حتى لو مش اختي. انا تعبانه قوي يا دكتور، تعبانه. مش فاهم ازاي واحده زي مها دي بكل اللي هي فيه تحب واحد زي عيسى بكل ظروفه. هي ما بتحبوش، هي بتعوض السنين اللي ضاعت من عمرها مع واحد عجوز يعني في سن باباها. وانت بقى ازاي متاكده من كل ده؟ اصل نوعية مها الغزالي دي عدت قدام عيني كتير قوي. انا بقى اللي زي نوعية عيسى دوت عمر ما عدى قدامي خالص. اي حد تاني في مكانه هيبقى بيجري عشان يتجوز مها. ما هو ده بقى اللي مخليني متمسكة بيه. ايوه بس مش على حساب مها خالص. قصدك ايه؟ قصدي ان عيسى حللنا المشكلة لما مشي وساب الشركة طلعنا من الحرج اللي احنا فيه. مش فاهمة، هتسيبه يمشي؟ مها عندي اهم بكتير. ايوه بس ده انقذ حياتك، نسيت ولا ايه؟ أنا كده كده كنت محضر المبلغ كويس جدا. مش هياخده يا ياسر، وحتى لو أخده مش هيعوضه عن الوظيفة اللي هو محتاجها. أنا مفيش حاجة هتعوضني عن المناقصة اللي مصدقتك كسرتها. أيوة يعني هتسيبه يمشي ولا إيه؟ أنا مش فاهمة. ما عنديش حل تاني. مش هفضل سبب فقره بقية عمري. ما كنتش فاكرة إن عيسى غالي عليكوا قوي كده. كده علشان نعرف نركز في شغلنا احسن. حبيبتي وانت بتقولي ايه بالظبط؟ يمكن تكون هي بعدت من نفسها. على الاقل هي فاهمه. علشان كده هي طلبت الطلاق. ياسر هو اللي بعتك ليا؟ ما كنتش فكرت تخلص منه. وانت تعرفي تعريفتها. يا بابا انا مش عايزه اتجوز بالطريقه دي. انا ما عنديش حاجه اسمها ديون معدوم. انت عملت كده عشان الشركه. انت بقى اجرته من امتى؟ انا مش هقدر اعيش مع واحده مخونانه ومش طايقه تبص في وشي. واضح ان امرها يهمك قوي. جارتي اللي كلمت حضرتك عليها. بس مش هبطل تحبه. هيشتغل معاك في نفس الشركه؟ بس انا مش عايزهم يقولوا ان انا جايب خطيبتي تشتغل وانا لسه بادئ شغل عنده. انت اللي اتجوزتيني ليه؟ وحاسه انها هتفضل ورايا لحد ما تطفشني من الشركه خالص. بنتي كنت هتموتي على الشغل. عندك ايه غير اللي قلتولي في التليفون؟ عشان عمرك ما عرفتي راجل غيره.